ما مدى صحة هذا الحديث فضيلة الشيخ بأن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ملابس خفيفة فأشاح عنها بوجهه وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفين أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ضعيف سنده منقطع وفيه رواة فيه نظر ثم هو منكر المتن، إذ كيف يليق لأسماء رضي الله عنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب الرقاق؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل وأكرم من أن تدخل عليه امرأة عليها ثياب الرقاق اقتضى أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، فهو منكر المتن ضعيف استند لا معول عليه، وقد بينا ذلك في رسالة لنا اسمها رسالة الحجاب.